والمسجد شامل له، أليس كذلك؟ طيب نقول لا حجة لكم بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن وبيته مستقل عن المسجد، ولكن لما وسعوا المسجد كأنهم في ذلك الوقت ما رأوا مثلا الفسحة إلا من الجهلي، فدخلت الحجرة في المسجد، فهي حجرة في مسجد وليس قبرا في المسجد، عرفت؟ هل قبة عاد عصر سهل هدي؟ مثل ما قال خطيب من خطباء في العيد من نحو 5 سنوات في المسجد الحرام، قال: أيها الحجاج، لا تبطلوا حجكم بالتبرك بقبر محمد، لا يستحون من الله، لا يستحون من المؤمنين، لهم كتاب يسمونه مغني المريد، الجامع لشروح كتاب التوحيد عزعم. هذا الكتاب 8 مجلدات، هو الكتاب كله موجود عندنا، بس صعب واحد يبقى عامل تريلا وراه وماشي. في المجلد الرابع منه بيقولوا: قال أبو مصعب: تحرق الحجرة بل تهدم. بيقول تحرق بل تهدم. شو بيرجع بيقول؟ وإذا كان هذا في الحجرة فكيف بالقبة؟ الله أكبر، الله أكبر. الحجرة النبي تحرق، شو رجع قال؟ بل تهدم. شوفوا ما أنجسن، كم يحملون في نفوسهم على رسول الله. يعني بدي أسألكم سؤال، الأمة الإسلامية من عهد الصحابة وإلى اليوم ما شافوا قبر النبي في الحجرة النبوية؟ ولما وسع المسجد صارت الحجرة بيت عائشة مكتنفا ضمن المسجد، الأمة رأت ذلك أم لا؟ من عهد الصحابة وإلى الآن من من الأمة ومن علماء الأمة قال إن حجرة النبي تحرق أو تهدم أو قال أزيل القبر؟ حتى قال أبو بكر الجزائري، دكتور أردني من آل حوامدة، سمع الجزائري يقول: والله لن يستقيم الإسلام حتى تخرج هذا القبر من هنا، عن قبر النبي محمد. أبو بكر الجزائري عمل محاضرة مرة في الرياض، قال: لقد استطعنا أن نزيل كل أوسان الجزيرة العربية ولم يبقى عندنا إلا وسن القبة الخضراء. يقولون عن النبي محمد وسن، لأن القبة الخضراء وتحتها قبر النبي. لذلك كان يقولوا أهل مكة كفار، هن هول المجسمة، يقولوا أهل مكة كفار لأنهم يعبدون خديجة، لأن قبر خديجة هناك ويزار. شو يقولوا؟ وأهل المدينة كفار لأنهم يعبدون محمد وحمزة. صوروا يا إخواننا، الألباني إمامهم الضال في كتابه المسمى تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد في صحيفة 68 يقول: فعجبت كيف ظلت بؤيت هذه الظاهرة الوثنية قائمة حتى الآن. عن شو عم بيقول ظاهرة وثنية؟ عن وجود قبر النبي وصلاة الناس عند دكة الأغوات، يعني خلف الحجرة. قال هذه ظاهرة وثنية. فقال: نطالب دولة التوحيد بزعمه أن تضرب جدارا من الشمال إلى الجنوب فتخرج القبر من المسجد. تعرفوا مين الألباني اللي قال الذين سقطوا في الضفة الغربية في فلسطين ليسوا شهداء؟ قال: يجب عليهم أن يخرجوا من الضفة الغربية وأن يسلموها لليهود وأن يهاجروا إلى بلد إسلامي. هذا الألباني اللي عامل لي إياه محدث الأمة، واحد محامي بالشام فضح وبهدله، قال له: أنت بتقول عن حالك محدث؟ قال له: نعم. قال له: بتحديك ترويلي 10 أحاديث منك إلى النبي بالإسناد. قال له: هذا بالقراءة، أقرأه لك من الكتب. قال له: شو هالمحدث هذا؟ إذا كان بقراءة الكتب بالنظر وكل واحد منا بإمكانه أن يفعل ذلك، شو هالمحدث هذا؟ هذا الكتاب عزعم المغني المريد، الجامع لشروح كتاب التوحيد، عزعم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، تأليف عبد المنعم إبراهيم، الجزء الرابع، المطبعة مكتبة نزار مصطفى الباز. اسمعوا شو بيقولوا في صحيفة 1601، يقولون: وقال أبو حفص: تحرق الحجرة بل تهدم، فإذا كان هذا
كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ انظروا حجرة النبي محمد بدهم يحرقوها، والألباني عم بيطالب بإزالة القبر النبوي إلى خارج المسجد، وهداك عم بيطالب بهدم القبة الشريفة. هؤلاء يحمل